أصدقائي نطلع عليكم من جديد أنا وريمبو بداية أسبوع جديد وتحديات جديدة وأكيد معلومات جديدة ومثل ما عودناكم دائما كل المطلوب منكم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لحتى تكون فرصتكم أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. أصدقاء هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء والمواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لنا لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وهاللون بيقول هو فاكهة الصيف المنعشة شكله يشبه الكرة لونه من الداخل أحمر يشبه الإسفنج وبداخله بذر أسود وتشكل المياه في هذه الفاكهة النسبة الأكبر فيها ويلعب دورا مهما عند تناوله في إزالة عطش الصيف. تؤكل هذه الفاكهة مع الجبن في بلاد الشام. ما اسم الفاكهة الصيفية التي تشبه الكرة وتؤكل مع الجبن في بلاد الشام؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي اللون الأزرق كان بيقول فاكهة الصيف المنعشة شكله يشبه الكرة لونه من الداخل أحمر يشبه الإسفنج وبداخله بذر أسود تشكل المياه في هذه الفاكهة النسبة الأكبر فيها ويلعب دورا مهما عند تناوله في إزالة عطش الصيف. تؤكل هذه الفاكهة مع الجبن في بلاد الشام. ما اسم الفاكهة الصيفية التي تشبه الكرة وتؤكل مع الجبن في بلاد الشام؟ فكروا كتير منيح أصدقائي رح نعرف مين أول أصدقاء المشاركين معنا وناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا مين معي؟ حليمة. أهلا وسهلا حليمة كيفك اليوم؟ الحمد لله أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني كيف كان الويكند معك؟ حلو؟ حلو الحمد لله. قلي لي حليمة عرفتي شو الجواب؟ إيه شو؟ البطيخ الأحمر. أكيد؟ أكيد. طيب خبريني فاطمة كمان رح تشارك معنا اليوم؟ هي. يلا تمام. ألو أهلا وسهلا فاطمة كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ البطيخ. شكرا لمشاركتكم صديقاتي حليمة وفاطمة أخذت إجاباتكم البطيخ إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي اللون الأزرق كان بيقول ما اسم الفاكهة الصيفية التي تشبه الكرة وتؤكل مع الجبن في بلاد الشام؟ رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو 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 مرحبا مين معي؟ حمزة. حمزة أهلا وسهلا فيك كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني حمزة عرفت شو الجواب؟ البطيخ الأحمر. في حدا ساعدك؟ آه. مين؟ أمي. شكرا لإلها. عايزك تشارك؟ أكيد تمام. ألو تذكريني باسمك؟ لينا. لينا أهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني لينا شو جوابك؟ بطيخ. بتحبيه أحمر. ولا مو كتير؟ الأحمر. لا بحبه يعني شوي. إيه يعني بيتاكل. شكرا لمشاركتك صديقتي لينا واكيد شكرا لحمزه اخرت اجاباتكم يا اصدقائي. اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 مرحبا مين معي؟ ساره. اهلا وسهلا ساره كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ البطيخ. مساعده ولا بدون؟ بدون. برافو عليكي شكرا لمشاركتك سارة إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. أصدقائي رح أرجع أخبركم اللون الأزرق شو كان بيقول فاكهة الصيف المنعشة شكله يشبه الكرة لونه من الداخل أحمر يشبه الإسفنج وبداخله بذر أسود وتشكل المياه في هذه الفاكهة النسبة الأكبر فيها ويلعب دورا مهما عند تناوله في إزالة عطش الصيف. تؤكل هذه الفاكهة مع الجبن في بلاد الشام. ما اسم الفاكهة الصيفية التي تشبه الكرة وتؤكل مع الجبن في بلاد الشام؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو حورية صح؟ صح. أهلا وسهلا كيفك اليوم؟ منيحة؟ الحمد لله. خبريني حورية شو جوابك؟ البطيخ. أكيد؟ أكيد. بس لا وين حماسك؟ شكرا لك حورية بس خبريني في حدا بده يشارك؟ آه. يلا تمام. ألو ألو تالا سمعتيني؟ ألو ألو تالا شكلها تالا مو سامعتنا بس أنا أكيد أكيد عم بستنى ترجعي تتصلي فينا وتخبرينا إجابتك. اتصال جديد ومنقول ألو.
مرحبا، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا آمنة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ البطيخ عادي في الشارك؟ أكيد عادي. موزة. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ منيحة؟ بطيخ. بطيخ أكيد هديد. شكرا لمشاركتك صديقتي، أخذت إجاباتكم البطيخ، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. رح كرر عليكم يا أصدقائي، سؤالنا بيقول ما اسم الفاكهة الصيفية التي تشبه الكرة وتؤكل مع الجبن في بلاد الشام؟ فكروا كتير منيح وشاركوني اتصالاتكم لحتى نعرف أنا وياكم الجواب الصحيح مع نهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. فكروا كتير منيح وقولوا لي شو الجواب الصحيح قبل ما ينتهي الوقت أصدقائي، لتكون فرصتكم أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. لازم أذكركم هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء كمان المواصلات. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي لحتى نقدر نعرف الجواب الصحيح. فاكهة الصيف المنعشة، شكله يشبه الكرة، لونه من الداخل أحمر يشبه الإسفنج وبداخله بذر أسود. تشكل المياه في هذه الفاكهة النسبة الأكبر فيها ويلعب دورا مهما عند تناوله في إزالة عطش الصيف. تؤكل هذه الفاكهة مع الجبن في بلاد الشام. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. مرحبا، مين معي؟ سيف. سيف؟ سيف ولا سعيد؟ ها؟ سيف؟ ها؟ خبرني بسرعة شو جوابك؟ البطيخ. شكرا لك صديقي، قدرت اخذ اجابتك بالوقت الاخير، انت كنت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. سؤالنا اصدقائي بيقول ما اسم الفاكهة الصيفية التي تشبه الكرة وتؤكل مع الجبن في بلاد الشام؟ واكيد الجواب البطيخ. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحة، ورح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي كمان مرة وقف عند اللون الأزرق، بس هالمرة اللون بيقول عنصر كيميائي رمزه CO وعدده الذري 27، لونه رمادي فلزي، وهو عبارة عن معدن صلب لامع، ويستخدم في إعداد السبائك المقاومة للتآكل المغناطيسي والأخرى شديدة الصلابة، كما أن مركباته تستخدم في إنتاج الحبر والأصباغ. اكتشفه الكيميائي السويدي جورج براندت. ما هو العنصر الكيميائي الذي تستخرج منه الأصباغ ورمزه CO؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول عنصر كيميائي رمزه CO وعدده الذري 27، لونه رمادي فلزي، وهو عبارة عن معدن صلب لامع، ويستخدم في إعداد السبائك المقاومة للتآكل المغناطيسي والأخرى شديدة الصلابة، كما أن مركباته تستخدم في إنتاج الحبر والأصباغ. اكتشفه الكيميائي السويدي جورج براندت. ما هو العنصر الكيميائي الذي تستخرج منه الأصباغ ورمزه CO؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. كوبر. ألو؟ ألو؟ مين معي؟ ريا. حورية، أهلا وسهلا فيك، خبريني بكل حماس شو جوابك؟ كوبالت. شو ما سمعت؟ كوبالت. كوبالت صح؟ صح. طيب حورية قولي لي مين ساعدك؟ الماما. شكرا لها وشكرا لمشاركتك يا صديقتي، إن شاء الله يكون جوابك صحيح الكوبالت. يا ترى أصدقائي جواب حورية صح أو خطأ؟ أكيد أنتم كمان تقدروا تشاركوني من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ حليمة صح؟ صح. لا تتأخري، أهلا وسهلا فيك من جديد، خبريني شو جوابك؟ كوبالت. أكيد؟ أكيد 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 أكيد. طيب حليمة، فاطمة كمان رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك؟ كوبالت. مساعدة صح؟ تمام. مين ساعدك؟ أنا. برافو، شكرا لمشاركتك فاطمة، أكيد شكرا لحليمة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سعيد. أهلا وسهلا فيك، خبرني عرفت الجواب؟ الكابل. أكيد؟ شكرا لمشاركتك يا صديقي. حورية لازم تعرفي صار لك كثير منافسين، نورة وسعيد وميرا
أكيد حورية لازم كل ما تتصلي فينا تعطينا كتير حماس لحتى نعرف إجاباتك. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو يا أصدقائي سامعيني؟ ألو 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 أصدقائي، للأسف شكلهم قطع الخط. أكيد صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا تقدروا ترجعوا تتصلوا فينا. كتفوا اتصالاتكم لحتى أنا وياكم نقدر نعرف ما هو العنصر الكيميائي الذي تستخرج منه الأصباغ ورمزه سي أو. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ فاطمة. أهلا وسهلا فاطمة، عرفيني عن حالك، منين عم تحكينا وقد عمرك؟ أنا من دبي. أوكي، وقد عمرك؟ عمري 7 سنوات. العمر كله يا رب. طيب خبريني، عرفتي شو الجواب؟ كروبال. أكيد شو فاطمة؟ أكيد؟ هي أكيد. شكراً لمشاركتك يا صديقتي. أكيد أنا وريمبو بنتمنى تكوني صديقتنا الدائمة وتشاركينا دائماً. مين يا ترى لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم، رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات. هو عنصر كيميائي رمزه CO وعدده الذري 27، لونه رمادي وهو عبارة عن معدن صلب لامع، ويستخدم في إعداد السبائك المقاومة للتآكل المغناطيسي والأخرى شديدة الصلابة، كما أن مركباته تستخدم في إنتاج الحبر والأصباغ. اكتشفه الكيميائي السويدي جورج براندت. ما هو العنصر الكيميائي الذي تستخرج منه الأصباغ ورمزه CO؟ رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ سيف. سيف صح؟ أهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبرني سيف شو الجواب، عرفته؟ كمان. شكرا لمشاركتك يا صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. كمان اتصال ومنقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ حمزة. أهلا وسهلا فيك حمزة من جديد، خبرني شو جوابك؟ كوبالت. كوبالت صح؟ صح. طيب خبرني. أكيد طبعا عادي. ألو لينا، أهلا وسهلا فيك من جديد، شو جوابك؟ شو؟ الكوبالت. أكيد الكوبالت. الكوبالت صح؟ أكيد. شكرا لمشاركتكم حمزة ولينا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا سارة، خبريني شو جوابك؟ الكوبالت. حدا ساعدك؟ عادي تشارك؟ أوكي بس قولي لي، حدا ساعدك؟ لا. برافو، تمام عادي. ألو مرحبا، عارفيني عن حالك؟ زينة. زينب ولا زينة؟ زينة. زينة أهلا وسهلا فيك، خبريني شو جوابك؟ كوبالت. كوبالت صح؟ صح. شكرا لمشاركتكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ كتفوا اتصالاتكم اصدقائي قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال وخبروني شو الجواب الصحيح. للاسف بدا العد التنازلي وكانوا امنه وزينه اخر الاصدقاء المشاركين، ساره مو امنه اخر الاصدقاء المشاركين معنا. اصدقائي رح كرر عليكم سؤالنا، كان بيقول ما هو العنصر الكيميائي الذي تستخرج منه الاصباغ ورمزه CO والجواب الكوبالت. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، اجاباتكم كانت صحيحه. ورينبو لسه مخبي معلومات بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر، تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شامل وجبة الفطور والغداء وكمان المواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول هو معجم لغوي عربي ويعتبر من أشهر المعاجم العربية على الإطلاق. صنفه ابن المنظور الأنصاري. أهم ما يميز هذا المعجم أن الكاتب جمع فيه الخمس معاجم السابقة له في التأليف. ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي ألفه ابن منظور الأنصاري؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأصفر كان بيقول
هو معجم لغوي عربي ويعتبر من أشهر المعاجم العربية على الإطلاق. صنفه ابن منظور الأنصاري أهم ما يميز هذا المعجم أن الكاتب جمع فيه الخمس معاجم السابقة له في التأليف. ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي ألفه ابن منظور الأنصاري؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وشاركوني إجاباتكم، وإذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب أكيد تقدروا تطلبوا المساعدة. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو حليمة؟ ايه. أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ معجم الوزير. معجم شو؟ الوزير. أكيد؟ أكيد. فكرتي هيك هيك؟ شو؟ شو حليمة؟ أول وصيف. طيب رح أرجع أكرر عليك سؤالنا، بيقول ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي ألفه ابن منظور الأنصاري؟ شو؟ تحبي تفكري وترجعي تتصلي فيه؟ شكرا لمشاركتك يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأصفر كان بيقول هو معجم لغوي عربي يعتبر من أشهر المعاجم العربية على الإطلاق. صنفه ابن منظور الأنصاري أهم ما يميز هذا المعجم أن الكاتب جمع فيه الخمس معاجم السابقة له في التأليف. ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي ألفه ابن منظور الأنصاري؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وشاركوني إجاباتكم. رح ناخذ أول جواب ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا حورية، خبريني شو جوابك؟ شو؟ معجم لسان العرب. طب وين حماسك؟ مو متأكدة يعني؟ لسان العرب. شكرا لمشاركتك صديقتي، أخذت إجابتك معجم لسان العرب. حورية قولي لي تالا رح تشارك؟ لا. أوكي شكرا لك. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا آمنة، خبريني شو جوابك؟ الوصيف. متأكدة؟ ها؟ شو؟ لسان العرب. طب قولي لي آمنة مين عم يساعدك؟ أختي. شكرا لك وأكيد شكرا لمساعدتها، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. لسان العرب. اتصال جديد يا أصدقائي، منقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ ألو. حليمة؟ إيه. أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ جمهورة لسان العرب. لسان العرب، متأكدة هالمرة صح؟ إيه. طيب قولي لي فاطمة كمان رح تشارك؟ يلا تمام. ألو. أهلا وسهلا فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك؟ لسان العرب. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لمشاركتكم حليمة وفاطمة. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا، حمزة صح؟ صح. بلشت أحفظ صوتك، شفت؟ خبرني شو الجواب؟ لسان العرب. مساعدة ولا بدون؟ لا بدون. برافو عليك. طيب قلي لينا كمان رح تشارك؟ يلا تمام. يلا لسان لينا شو الجواب؟ لسان العرب. أكيد. أكيد. شكرا لمشاركتكم حمزة ولينا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة يا أصدقائي. معجم لسان العرب، فكروا كتير منيح وشاركوني إجاباتكم لحتى أنا وياكم نعرف مع نهاية الوقت ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي ألفه ابن منظور الأنصاري. فكروا أصدقائي لتكون فرصتكم أكبر، تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس لتكونوا من بين الرابحين. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا سارة، خبريني شو جوابك؟ لسان العرب. أكيد. أكيد، بس عادي أخي شارك؟ أكيد طبعا. ألو. مرحبا، مين معي؟ سعيد سيف. أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني شو جوابك؟ لسان العرب. شكرا لمشاركتك يا صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. معجم لسان العرب أصدقائي، فكروا كتير منيح، رح أرجع أكرر عليكم اللون الأصفر كان بيقول ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي ألفه ابن منظور الأنصاري. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ ميرا. ميرا، أهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ لسان العرب. لسان العرب صح؟ ايه. أكيد. ماما. الله يحفظها وشكرا لمشاركتك ميرا. اتصال جديد ومنقول ألو. مرحبا، مين معي؟ مين معي؟ ما عم بسمع صوتك صديقي.
محمد اهلا وسهلا فيك، خبرني منين عم تحكينا وقد ايه عمرك؟ من الزيت. من الزبايه. اوكي قد ايه عمرك؟ امي كان عمر كله. طيب اعطيني الجواب. لسان العرب. لسان العرب. لسان العرب، شكرا لمشاركتك يا صديقي. اكيد انا وريمبو بنتمنى تكون صديقنا الدائم وتشاركنا يوميا وتجاوب على كل الاسئله. للاسف اصدقائي انتهى الوقت المخصص لهذا السؤال. سؤالنا كان بيقول ما اسم المعجم اللغوي الشهير الذي الفه ابن منظور الانصاري؟ والجواب معجم لسان العرب. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول أديب عربي ولد في مدينة أصفهان عام 284 هجري الموافق 897 ميلادي، وعاش في بغداد. اشتهر في معرفة التاريخ والأنساب والآثار واللغة، وله معارف أخرى في عالم الجوارح والبيطرة والفلك. من كتبه كتاب الأغاني 21 جزءا جمعه في 50 سنة. من هو الأديب العربي الذي اشتهر في معرفة التاريخ ومن كتبه كتاب الأغاني؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول أديب عربي ولد في مدينة أصفهان عام 284 هجري الموافق 897 ميلادي، وعاش في بغداد. اشتهر في معرفة التاريخ والأنساب والآثار واللغة، وله معارف أخرى في علم الجوارح والبيطرة والفلك. من كتبه كتاب الأغاني 21 جزءا جمعه في 50 سنة. من هو الأديب العربي الذي اشتهر في معرفة التاريخ ومن كتبه كتاب الأغاني؟ فكروا يا أصدقائي كتير منيح لحتى أعرف إجاباتكم، وإذا ما كنتوا بتعرفوا الجواب أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا حليمة، خبريني شو جوابك. الأصفهاني. ما بتعرفي الاسم الكامل؟ شو؟ الكامل؟ ايه؟ طيب خلص انا رح اخذ هي الاجابة، شكرا لمشاركتك. بس قولي لي فاطمة كمان رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو الو فاطمة، اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ انا عرفت الاصفهاني. الاصفهاني، شكرا لمشاركتكم صديقاتي حليمة وفاطمة، اخذت اجاباتكم. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. الو الو، مين معي؟ حورية. اهلا وسهلا حورية، خبريني شو جوابك. ابو الفرج الاصفهاني، صح؟ صح. شكرا لمشاركتك يا صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. شاركونا اصدقائي حليمه وفاطمه وثورية، انتم كمان اكيد بتقدروا تخبروني اجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. رح كرر عليكم سؤالنا بيقول من هو الاديب العربي الذي اشتهر في معرفه التاريخ ومن كتبه كتاب الاغاني؟ فكروا كثير منيح لتكون فرصتكم اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ سارة. اهلا وسهلا فيك من جديد سارة، خبريني شو جوابك. شو؟ ابو الفرج الاصفهاني. طب قولي لي مين عم يساعدك سارة؟ عمتي. الله يحفظها، شكرا لمشاركتك. اختك ولا اخوكي؟ اختي. يلا تمام عادي. الو. الو مرحبا، مين معي؟ موزة. اهلا وسهلا فيكي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك. الأصفهاني. شكرا لكم يا صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. ابو الفرج الاصفهاني، يا ترى اصدقائي صح او خطا؟ اكيد انتم كمان بتقدروا تشاركوني من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. اتصال جديد وبنقول الو. الو 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 يا اصدقائي. الو. مرحبا، مين معي؟ شيماء. شيماء اهلا وسهلا فيكي، عارفيني عنك، من وين عم تحكينا وقد ايه عمرك؟ دبي. من دبي. طب قد ايه عمرك شيماء؟ قد ايه عمرك؟ 7 سنوات. العمر كله يا رب. خبريني يا صديقتي شو جوابك. ما سمعت. ابو الفرج الاصفهاني، صح؟ ايه.
شكرا لمشاركتك. شي ما أخذت إجابتك أكيد لتعرفي جوابك صح أو خطأ، لازم تكملي معنا الوقت المخصص لهذا السؤال، وأنا وريمبو متمنى تكوني صديقتنا الدائمة. مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ أكيد رح نعرف وناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، منين عم تحكينا وقد عمرك؟ من فجيرة، عمري 11. العمر كله. قولي لي سارة، عرفتي شو الجواب؟ الأصفهاني. أكيد. هي. شكرا لمشاركتك سارة، أخذت إجابتك أبو الفرج الأصفهاني، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأزرق كان بيقول: من هو الأديب العربي الذي اشتهر في معرفة التاريخ ومن كتبه كتاب الأغاني؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا آمنة من جديد، خبريني شو جوابك؟ الأصفهاني. الأصفهاني صح؟ ايه. شكرا لمشاركتك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي سؤالنا، بيقول: من هو الأديب العربي الذي اشتهر في معرفة التاريخ ومن كتبه كتاب الأغاني؟ فكروا كتير منيح لتكون فرصتكم أكبر، تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. ألو ألو، مين معي؟ أنا فرح. أهلا وسهلا فرح، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو جوابك؟ أديب الأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني صح؟ آه. في حدا ساعدك ولا أنت عرفتي؟ لا أنا عرفت. برافو عليكي، شكرا لمشاركتك صديقتي فرح، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد ونقول ألو؟ ألو ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ سجى. سجب. سجى ولا هاجر؟ سجى. سجى، خبريني بسرعة شو الجواب؟ بسرعة بسرعة. أصفهاني. الأصفهاني، شكرا لمشاركتك سجى، أنت كنتي آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. للأسف أصدقائي انتهى الوقت، سؤالنا بيقول: من هو الأديب العربي الذي اشتهر في معرفة التاريخ ومن كتبه كتاب الأغاني؟ والجواب أبو الفرج الأصفهاني. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. وريمبو لسه مخبي معلومة بس بعد هذا البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. لازم أخبركم تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لتكون فرصتكم أكبر، تقدر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع مقدمة من فوج تاون، وهي عبارة عن جولة سياحية بإمارة الفجيرة بقيمة 1600 درهم شاملة وجبة الفطور والغداء وكمان المواصلات. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو بس خلاص بيحكي. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وأفران باللون الأخضر، وهاللون بيقول: صخر ناري جوفي تكون تحت درجات حرارة عالية، يتشكل أساساً من ثلاثة معادن ويمكن صقله حتى يصير أملس، مما يجعله كثير الاستخدام في بناء الأعمدة ونحت التماثيل وشواهد القبور والآثار التي يراد لها أن تعمر طويلاً، وهو يتميز بتحمله لعوامل النحت والتعرية. ماذا يسمى الصخر الجوفي الذي يستخدم في البناء ونحت التماثيل؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون الأخضر كان بيقول: صخر ناري جوفي تكون تحت درجات حرارة عالية، يتشكل أساساً من ثلاثة معادن ويمكن صقله حتى يصير أملس، مما يجعله كثير الاستخدام في بناء الأعمدة ونحت التماثيل وشواهد القبور والآثار التي يراد لها أن تعمر طويلاً، وهو يتميز بتحمله لعوامل النحت والتعرية. ماذا يسمى الصخر الناري الجوفي الذي يستخدم في البناء ونحت التماثيل؟ يا ترى مين أول أصدقاء رح يعرف الجواب؟ أكيد رح نعرف ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا حورية، خبريني شو جوابك؟ حماس. وين حماسك طيب؟ جرانيت. شكرا لك صديقتي، أخذت إجابتك لجرانيت. أختك بدها تشارك؟ حورية بعدك معي؟ ألو ألو. تالا. للأسف أصدقائي انقطع الخط، أكيد تالا عم بستنى مشاركتك وتعطيني جوابك، أخذت جواب حورية.
الجرانيت. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ اتصال جديد وبنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا آمنة من جديد، خبريني شو جوابك؟ الجرانيت. الجرانيت أكيد صح؟ شكرا لمشاركتك آمنة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوني؟ بس أصدقائي لازم أخبركم، لما تتصلوا فينا اسمعوني من التليفون مو من التلفزيون لحتى أقدر أسمعكم بوضوح وأسمع إجاباتكم. حدا لسه من الأصدقاء رح يتصل، كتفوا اتصالاتكم وفكروا كتير منيح، وإذا ما كنتوا بتعرفوا المعلومة أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل. رح أرجع أكرر عليكم، اللون الأخضر كان بيقول ماذا يسمى الصخر الناري الجوفي الذي يستخدم في البناء ونحت التماثيل؟ في اتصال ولا ما في يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا حليمة، كثير عم تتأخري حليمة، خبريني شو جوابك؟ شو؟ صخرة جوانية. أكيد؟ أكيد. برافو عليكي، قولي لي فاطمة كمان رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو؟ ألو ألو، أهلا وسهلا فاطمة من جديد، خبريني شو جوابك؟ جوانية. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لمشاركتكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم لجرانيت. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو ألو، مين معي؟ سارة. سارة؟ أي سارة. أهلا وسهلا من جديد يا صديقتي، خبريني شو جوابك؟ الجرانيت. في حدا ساعدك؟ عمتي. الله يحفظها. أكيد طبعا عادي. ألو. أهلا وسهلا صديقتي موزة، خبريني شو جوابك؟ موزة. موزة. أهلا وسهلا، شو جوابك؟ الجرانيت. شكرا لمشاركتكم صديقاتي سارة وموزة، أخذت إجاباتكم الجرانيت، إن شاء الله تكون صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ سيف. سيف، أهلا وسهلا فيك، خبرني بكل حماس شو جوابك؟ الجرانيت. طب وين حماسك؟ الجرانيت. شكرا لمشاركتك سيف، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدر تكون من بين الرابحين معنا. اتصال جديد ومنقول ألو. يا أصدقائي قبل ما أخذ الاتصال رح أذكركم، سؤالنا بيقول ماذا يسمى الصخر الناري الجوفي الذي يستخدم في البناء ونحت التماثيل؟ يلا يا أصدقائي معنا اتصال ونقول ألو. أصدقائي مين معي؟ ألو. أهلا، مين معي؟ هجر. علي. علي. مين معي؟ علي. علي، أهلا وسهلا فيك علي، خبرني شو جوابك؟ الجرانيت. أكيد؟ طيب قلي علي منين عم تحكينا، من أي إمارة؟ شو علي؟ الفجيرة. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا الموجودين بإمارة الفجيرة، وشكرا لمشاركتك يا صديقي، أكيد أنا وريمبو بتمنى تكون صديقنا الدائم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا سارة، خبريني شو جوابك؟ الجرانيت. أكيد؟ أكيد. عادي أختي تشارك؟ أكيد طبعا عادي. ألو، مرحبا، مين معي؟ أنا. أهلا وسهلا آمنة، خبريني شو جوابك؟ الجرانيت. طب قولي لي آمنة كيف عرفتي، حدا ساعدك؟ أختي سارة. الله يحفظها، شكرا لمشاركتك آمنة وأكيد شكرا لمشاركة سارة، أخذت إجاباتكم يا صديقاتي الجرانيت، يا ترى صح أو خطأ؟ أصدقائي كتفوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم، رح نلحق ناخذ اتصال. سؤالنا بيقول ماذا يسمى الصخر الناري الجوفي الذي يستخدم في البناء ونحت التماثيل؟ رح ناخذ اتصال نقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ سارة. أهلا وسهلا سارة، منين عم تحكينا؟ كلبة. أهلا وسهلا فيك، خبريني بسرعة شو جوابك؟ الجرانيت. شكرا لمشاركتك سارة، أنت كنتي آخر الأصدقاء المشاركين معنا لليوم، أكيد أنا وريمبو منستناكي بكرة ومنستنى مشاركتك. للأسف أصدقائي انتهى الوقت، وسؤالنا كان بيقول ماذا يسمى الصخر الناري الجوفي الذي يستخدم في البناء ونحت التماثيل؟ والجواب الجرانيت. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، وللأسف لهون بيوصل مشوارنا أنا وريمبو معكم للنهاية. ما تنسوا تشوفونا بكرة بنفس الموعد الساعة 5 وتشاركونا وتتصلوا فينا وتجاوبوا على كل الأسئلة. هلأ صار وقت نقلكم باي باي.